شكري وتقديري لجمهورية مصر العربية على ما قامت به من دعم كبير للبرلمان العربي لوضع آلية عربية لرصد ومتابعة وتقييم حالة حقوق الإنسان في الدول العربية. تم إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي. هذا المرصد راصد لأي تجاوز داخل الدول العربية، لكن وفق المعايير المتفق عليها، وسيدافع عن الدول العربية وسيقوم بتصحيح المسار في أي موقف يتم التعرض لدولة عربية. فبالنسبة لنا احنا كبرلمان عربي وجودنا ندافع عن كل ما هو صحيح وكل ما هو حق تجاه الأمة العربية. تم خلال المؤتمر استعراض الخطط الخاصة بالتحركات المستقبلية للمرحلة القادمة. من خلال المجلس الاستشاري اللي سيتم تعيينه من خلال كفاءات عربية لها باع في ملف حقوق الإنسان ولها مصداقية في نفس الوقت، سيقوم هذا المجلس الاستشاري في تقييم الحالة، وبعدها سنتباحث مع الدولة المعنية كما يتم التعامل من خلال مجلس حقوق الإنسان على المستوى الدولي. فنحن سنتعامل بمهنية مع هذه الدول وبشفافية وبحيادية. يهدف المرصد إلى توثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية وإعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج. في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية وتصاعد العديد من القضايا، يبرز دور المنظمات المدنية في دعم القضايا العربية وحقوق الإنسان، ليأتي دور البرلمان العربي ويؤكد على دعمه للقضايا العربية من خلال تحركاته الدبلوماسية في جميع المجالات. منذر أبو دوح، التلفزيون المصري.